ولدني الدعاء والزيارة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الأمة وقليل النبوة والمقصوص بالأخوة. السلام على يعسو بالدين والإيمان وكلمة الرحمن. السلام على ميزان الأعمال ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال وساق السلسبيل الزلال. السلام على صالح المؤمنين ووارث علم النبيين والحاكم يوم الدين. السلام على شجرة التقوى وسامع السر والنجوى. السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على الصراط الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح والزناد القادح. السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف ورحمة الله وبركاته. السلام على رسول الله. السلام على خيرة الله. السلام على البشير النذير السراج المنير. السلام على الطهر الطاهر. السلام على العلم الزاهر. السلام على المنصور المؤيد. السلام على أبي القاسم محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين. السلام على الصديقة الطاهرة المظلومة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على سيدنا ومولانا الإمام الحسن الزكي المجتبى. السلام على سيدنا ومولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين. السلام على سيدنا ومولانا الإمام محمد الباقر باقر علوم الأولين والآخرين. السلام على سيدنا ومولانا الإمام جعفر الصادق صادق القول البار الأمين. السلام عليك يا رسول الله وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله. السلام على أمك آمنة بنت وهاب. السلام على عمك وكفيلك أبي طالب. السلام على عمك حمزة سيد الشهداء. السلام على عمك العباس بن عبد المطلب. السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد. السلام على خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات. السلام على فاطمة بنت أسد والدة الإمام أمير المؤمنين. السلام على أم البنين باب الحوائج والدة العباس وأخوته ورحمة الله وبركاته. زيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. سلام الله عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس وعلى أخته الحوراء زينب. السلام على سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم. السلام على سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس.
السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، رزقنا الله زيارتكم في الدنيا وشفاعتكم في الآخرة. السلام على سيدنا ومولانا الإمام محمد الجواد، السلام على سيدنا ومولانا الإمام علي الهادي، السلام على سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري، السلام على السيدة نرجس أم الإمام المنتظر، والسلام على السيدة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك، المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل وقر في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين يا الله. إلهي من أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم، يسر أمورهم، واشف مرضانا ومرضاهم ومرضى المنظورين جميعا. اللهم ارزق من ليس له ذرية بذرية صالحة يا الله. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا الله. اللهم احفظ وصل مجاهدينا في ساحات الوغى، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات جماعتنا الحاضرين والسامعين والشهداء، وإلى أرواح أموات خدمة أمير المؤمنين، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.